محمد بن بريك المري في متابعة للشوط الثاني. شكرا لك زميلي سعد بن مثلع العتيبي، ومشاهدينا الأعزاء أحييكم في هذا المساء، وتهانينا بداية لمالك الوجبة وأيضا مالك الوعب سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني على انتزاع الأشواط الأولى الأشواط الرئيسية، كما أهني المضمر الذهبي سالم بن فاران المري. مشاهدينا الأعزاء، انطلق قبل قليل الشوط الثالث للحيل ومقدمة الشوط، ومن تحتل أول المراكز الدوحة لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني، يضمر الدوحة سالم بن فاران مضمر الوجبة ومضمر الوعب من استطاعت الفوز وانتزاع الأشواط الرئيسية في هذا المساء. ننتقل إلى المركز الثاني العنود، وتعود ملكيتها لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود، عملية التضمير مع المهندس راشد بن عبيد بن بعيران المري. وننتقل من الشاهينية أو من العنود إلى ثالث المراكز الغارية لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني، ضمر الغارية سالم بن فاران المري. والنقلة والدور دور المركز الرابع هنا ولا، وتعود ملكية ولا لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني، المضمر سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. وخامسا تأتينا وتتقدم مزنة لسعادة الشيخ تميم بن عبد الله بن خليفة آل ثاني، يضمر مزنة علي بن حمد بن جرحة بالمري، ولكن أرى التدخل على مزنة من قبل الشحانية اللي خطفت خامس المراكز وتقل شعار سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني، التضمير مع سالم بن فاران. هذا هو نداءنا مشاهدينا الأعزاء، وأعود إلى مقدمة الشوط، وأعود إلى المركز الأول الدوحة. ها هي مشاهدينا الأعزاء تنطلق، والدوحة صاحبة الشوط الأول الرئيسي في السباق المحلي الأول عندما انتزعت ذلك الشوط وفازت به لتهديه لمالك هذا الشعار، وهي من المرشحات لهذا الشوط ومن الهجن التي لها ثقل على أرضيات الميادين. تشاهدونها مشاهدينا الأعزاء تنطلق وتندفع في هذا المساء وفي هذا المسار، نشارف ونقترب من منتصف مسافة الستة كيلومترات، ويبدو بأننا قطعنا منتصف المسافة ونشارف على انقضائها في وقت وجيز وفي وقت سريع. مشاهدينا الأعزاء، هذا الشوط سريع كالأشواط السابقة بقيادة الدوحة وباقتراب العنود اللي أخذت تقلص المسافة وتقترب رويدا رويدا وشيئا فشيئا من الدوحة. العنود والدوحة، العنود تقل وتحمل الشعار الملكي الأخضر مشاهدينا الأعزاء، شعار صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود. قدم الشاهينية في الشوط الأول وأتت في المثلث الذهبي مشاهدينا الأعزاء مع راشد بن عبيد بن بعيران، ويدفع في هذا الشوط المهندس بالعنود التي تنطلق مشاهدينا الأعزاء في ثاني المراكز. الدور دور المركز الثالث، أرى هنا الغارية لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني، التضمير مع سالم بن فاران المري. ورابع المراكز، المركز الرابع أيها الأعزاء مشاهدين الكرام لسعادة الشيخ تميم بن عبد الله بن خليفة آل ثاني، مضمر علي بن جرحة بالمري، وتليها يا سلام اسم لم يدخل إلى عالم النداء والإذاعة مشاهدين الأعزاء، بدأ يتدخل الآن هنا وصول الشحانية لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني، غيرت إلى رابع المراكز. ولكن شوفوا خيرة اللي انطلقت على خامس المراكز راعية هذا الشوط، من احتكرت هذا الشوط في السباق المحلي الأول وفي السباق المحلي الثاني. هذه خيرة تختار الآن المركز الخامس لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد آل مكتوم، ومن المرشحات الأقوياء وكفتها مليئة بالترشيح، ما ذاقت الهزيمة في هذا الموسم على خامس المراكز. معنات هذا مشاهدينا الأعزاء بأننا سنشاهد أمتار قوية وأمتار تنافسية مثيرة في الأمتار المتبقية القليلة الآتية مشاهدينا الأعزاء. الدوحة بدأت تشعل منافسة، بدأت تشعل فتيل هذا الشوط، وتنطلق راعية شوط رئيسي، راعية أشواط رئيسية، راعية عوايد لها سجل حافل
بالإنجازات مشاهدينا الأعزاء، ولكن 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 العنود أخذت تقترب وترفع راية التهديد في ثاني المراكز لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود. الدور دور المركز الثالث اللي تصل الشحانية لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني سالم بن فران في التضمير، ووصلت خيرة، اقتربت خيرة، انطلقت خيرة. يا سلام مشاهدينا الأعزاء، بدأ التنافس، بدأ الرقص، بدأ الانطلاق. خيرة لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوب عبيد بن شينان في التضمير، عمدة المضمرين يرافقها. الدور دور المركز الخامس، هنا تصل ولا وتتقدم مشاهدينا إلى عزاء مع شعار سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، ومع عملاق المضمرين سلطان بن محمد الوهيبي يتواجدون الذهبي المهندس العملاق العمدة الموهوب وغيرهم من المضمرين. يا هي أشواط أشواط ميدان التحدي، ولكن انطلقت الدوحة مع 1500 متر، وانطلقت بمعيتها الشحانية. انطلق شعار سعادة الشيخ القعقاع ينافس نفسه بنفسه في هذا الشوط مع المضمر الذهبي من خلال انطلاق الدوحة وانطلاق الشحانية في المركزين الأول والثاني. المركز الثالث هنا العنود لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود، ووصلت خيرة. يا سلام بدأت خيرة في الانطلاق على رابع المراكز مع عمدة المضمرين في التضمير، ومع سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوب، ولا على خامس المراكز لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، ومع عملاق المضمرين سلطان بن محمد الوهيبي. انطلقت الدوحة مشاهدين الأعزاء، انطلقت الدوحة، ولكن العنود وخيرة والشحانية بدأ للتحرك، بدأ الانطلاق من العنود، وبدأت خيرة راعية هذا الشوط، خيرة من احتكرت هذا الشوط. يا سلام خيرة والعنود وأيضا الدوحة، خيرة تتحرك، خيرة تنطلق، خيرة تتحرك مشاهدينا إلى أعزاء بشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوب، والعنود بشعار سمو الشيخ صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود. وانطلقت ولا، انطلقت ولا لسعادة الشيخ القعقاع. هل سيسعف الحظ باللحاق بخيرة وباللحاق بالعنود؟ هذا هو الامتحان الحقيقي يا سلطان. الله الله الله، خيرة في المركز الأول، انطلقت خيرة وتحركت خيرة. المركز الثاني هنا العنود، ولكن ولا واصلة ولا قادمة ولا تنطلق. هل ستفاجئنا ولا في هذا الشوط، ولا لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، أم سيكون لراعية هذا الشوط كلام آخر في هذا الشوط؟ التحدي مشاهدين الأعزاء، خيرة 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 مع المركز الأول، ولا قادمة ولا وخيرة، اللحظات الأخيرة خيرة وولا، ولكن خيرة تصمد مشاهدين الأعزاء، تصمد لتنتزع النقطة الثالثة لها في هذا الموسم. تهانينا لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد آل مكتوم على فوز خيرة في هذا الموسم بهذا الشوط للمرة الثالثة على التوالي، ولا قدمت العرض الكبير وانتزعت المركز الثاني. تهانينا أيضا لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني المركز الثالث، العنود لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود المركز الرابع، الوجبة لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني المركز الخامس، مزنه لسعادة الشيخ تميم بن عبد الله بن خليفة الثاني. خيرة مشاهدينا الأعزاء، هذه خيرة من خيرة الهجنة التي شاركت هنا على أرضية ميدان التحدي، قطعت المسافة في 9 دقائق 33 ثانية وتسعة أجزاء من الثانية. تهانينا لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، وتهانينا لعمدة المضمرين عبيد بن شينان المري على فوز خيرة وانتزاعها لهذا الشوط. المركز الثاني ولا قدمت عرض ممتاز، 9 دقائق 34 ثانية، 5 أجزاء من الثانية. تهانينا لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، وتهانينا لسلطان بن محمد الوهيبي. العنود احتلت المركز الثالث وتوقيتها 9 دقائق 36 ثانية بالوفاء والتمام. تهانينا لصاحب السمو الملكي الأمير